طيب النهارده كان في تدريب صباحي، تدريب شمل على تدريبات بدنيه، تدريبات خططيه زي ما قدامكم على الشاشه، ويمكن ده جانب من تدريب النادي الاهلي الصباحي. قدامنا طبعا قفشه ورامي ربيعه وتصعيد عدد من نجوم قطاع الناشئين، كريستو كمان قدامه اهو في الصوره. يعني زي ما انتم شايفين كده ابتدى الاهلي خلاص بقى يستعد لمباراه شباب بلوزداد. اولا عايز اكد لحضراتكم ان النهارده الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي اعلن ان الاشعه اللي اجراها وسام بو علي لاعب فريق النادي الاهلي اثبتت اصابته بشد في العضله الخلفيه، وتم تحديد البرنامج العلاجي والتاهيل الخاص به لتجهيزه للعوده للمشاركه مع الاهلي. دكتور جاب الله اكد ان وسام اشتكى من الالام في العضله الخلفيه عقب نهايه المران اللي اقيم بالامس على ملعب مختار التتش بالجزيره. الفحوصات الطبيه تم اجراءها صباح اليوم والاشعه نتيجتها خرجت وثبت اصابه اللاعب بشد في العضله الخلفيه. المعلومات اللي عندي يعني فكره لحاق وسام بو علي بمباراه شباب بلوزداد الجزائري صعبه شويه. يعني الجهاز الطبي واللاعب هيبذلوا مجهودات كبيره جدا. النهارده كام في الشهر؟ النهارده 3 فبراير، الماتش يوم 16 يعني باقي 13 يوم. هيحاولوا يبذلوا مجهودات كبيره جدا في الاسبوعين اللي جايين عشان وسام يلحق. فاتمنى يا رب باذن الله يكون اللاعب متاح في هذا اللقاء، ولكن يعني لو الجهاز الطبي شايف على يوم 10 او 11 لسه هيفضل ما يجازفش باللاعب عشان على الاقل يكون جاهز للمباراه الثانيه امام ديما الغاني يوم 23 فبراير. الف مليون سلامه على وسام بو علي المهاجم الفلسطيني اللي متواجد حاليا في تدريبات النادي الاهلي. علي معلول على فكره يمكن انضم لتدريبات الاهلي بالامس، وكان خد راحه حوالي 5 ايام عقب خروج منتخب تونس من الدور الاول في كاس الامم. انتهت الراحه وانتظم في التدريبات، ولكن النهارده علي لم يشارك في المران الصباحي بعد تعرضه لنزله برد. علي كان متواجد على فكره ولكن عمل جلسه في الجيم، ما نزلش للتدريب الجماعي، ما نزلش للتدريب مع زملائه. يعني يوم واتنين بالكتير وان شاء الله هنشوف علي معلول مع زملائه في التدريبات الجماعيه. كمان تأهيل أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا. كوكا كان على مشارف المشاركة مع منتخبنا الوطني في كأس الأمم، ولكن الإصابة اللي جات له منعته من المشاركة وبالتالي تم استبعاده. يمكن هو حاليا في الجزء الأخير من البرنامج التأهيلي، قدامه حوالي أسبوع إن شاء الله عشان يرجع للتدريبات الجماعية هو وأحمد عبد القادر. ولكن فكرة إن هم يكونوا مع الفريق في الجزائر ما أقدرش أحددها من دلوقتي، يعني الجهاز الفني برضه ما يقدرش يحسمها، لأن اللعيبة كانت غايبة عن التدريبات الجماعيه منذ فتره طويله جدا. ففكره انه يرجع بعد شهر شهر ونص من الاصابه ويخش على مباراه كبيره زي مباراه شباب بلوزداد يعني اعتقد هتبقى صعبه جدا، ولكن لسه عندنا مساحه وقت. طيب حاجه تانية كمان، واحنا بنتكلم على مشوار الاهلي في افريقيا، الاهلي ترتيبه في المجموعه متصدر بخمس نقاط، يليه يانج افريكانز التنزاني بخمس نقاط، ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث باربع نقاط، وميدياما الغاني في المركز الرابع باربع نقاط. يعني المجموعه مشتعله، محدش يتوقع ان المجموعه سهله وان الاهلي خلص المشوار في البطوله الافريقيه. لا، الاهلي عنده مباراتين خارج مصر ورا بعض، مؤجلات الجوله الرابعه والجوله الخامسه. ما ينفعش باذن الله ان شاء الله يعني الاهلي يرجع من المباراتين ويكون خسران نقطه واحده. شايفين ترتيب المجموعه، الاهلي ويانج افريكانز خمس نقط زي بعض، وبلوزداد وميدياما اربع نقاط، والاهلي رايح لبلوزداد وميدياما الغاني. فيا رب باذن الله الاهلي يكون موفق في المباراتين ويرجع بنقاط ايجابيه من لقاء الجزائر ومن لقاء كوماسي، لانهم هيفرقوا كتير جدا في ترتيب المجموعه قبل الجوله السادسه. شايفين كمان هو انطوني موديست وكريم نيدفيد، محمد الضو كريستو، حسين الشحات كمان متواجد. عايز اتكلم على حراسه المرمى في النادي الاهلي. حراسه المرمى في النادي الاهلي نتمنى لهم يا رب التوفيق في المرحله اللي جايه. اتمنى وانا عارف شخصيه مصطفى شوبير وقدامهم الاربعه، مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف، حازم جمال. حازم جمال احدث الوجوه اللي تم اضافتها على قائمه الاهلي الافريقيه يوم الاربعاء اللي فات، وحمزه جمال او حازم جمال مواليد 2005، فعندنا أربعة من ولادنا من قطاع الناشئين بإذن الله إن شاء الله هيكونوا قادرين على
حراسة مرمى النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية في ظل إصابة محمد الشناوي. بنقوله بالتأكيد ألف مليون سلام عليك الشناوي. أعتقد خلال الساعات اللي جاية هيكون في القاهرة، إذا ما كانش النهاردة بالليل حسب ظروف الطيران بكرة بالكتير هيكون موجود في القاهرة، وبيتم الترتيب ليه بإذن الله عشان يعني يواصل برنامجه التأهيلي في الفترة اللي جاية في أكاديمية سبيتار في قطر خلال الفترة اللي جاية. ولكن حراس مرمى النادي الأهلي، أتمنى في رسالتي الأخيرة اقفلوا ودنكم، ما تسمعوش لأي حاجة، ركزوا في اللي جاي. مصطفى شوبير تحديدا خد تحدي كبير جدا في ماتش نهائي إفريقيا أمام الوداد، وكان أصعب تحدي ونجح فيه. فنتمنى إن حراسنا يقفلوا وما يسمعوش لأي حاجة، يركزوا في اللي جاي. الجهاز الفني لو عايز يدعم في الانتقالات المحلية اللي لسه لقيت 6 فبراير مفيش مشكلة، ولكن على المستوى الإفريقي أتمنى حراسنا يكونوا مركزين في اللي جاي، لأن الكلام الكتير سواء لو ناس بتتكلم لمصلحة الأهلي أو ناس بتتكلم عشان تعمل غلوشة شوية، الناس ما تركز ولا تسمع وتركز في الملعب. تركيزك في الملعب هو اللي هيجيب لك نتيجة، لكن لو سمعت لأي حاجة جانبية هتطلعك بره تركيزه، وهتكون النتيجة للأسف عكسية، مش على حراسة المرمى بس، على حراسة المرمى وعلى الفريق وعلى النادي، لأن الكلام الكتير على مركز حراسة المرمى أنا شايف ضرره أكتر من الأمور الإيجابية، في ظل أن القيد الإفريقي خلاص اتقفل، وبالتالي كل الدعم دلوقتي للحراس اللي موجودين.